ليطمئن التونسيون والتونسيات على أننا لن نتركهم لا لحيتان البر ولا لحيتان البحار، وليطمئنوا على حقوقهم وعلى حرياتهم. كالتماسيح التي لها دموع كاذبة تذرفها بعد أن تلتهم فرائسها، هكذا هو تنظيم حركة النهضة، فرع تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس. تحقيق تطلعات الشعب التونسي وأهدافه هو جوهر كل خطوة قام بها الرئيس قيس سعيد منذ تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه في 25 يوليو الماضي. بفضل إرادة الشعب ووقوف الدول الشقيقة والصديقة معنا، تونس قادرة على تجاوز العقبات، هذا ما قاله الرئيس سعيد خلال لقائه محافظ البنك المركزي مروان العباسي في قصر قرطاج. سعيد أكد أنه وقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من فساد الإخوان وإفسادهم. واليوم والأمس يلقونه بالفقراء بالمفقرين في البحر لتلتهمهم الحيتان، وفي البر حيتان كثيرة بل قروش أشد فتكا من قروش البحار والمحيطات. أراد الإخوان تحويل الدولة التونسية إلى دويلات، لكن الرئيس سعيد طمأن التونسيين على حقوقهم وحمايتهم من حيتان البراري والبحار والحفاظ على الدولة واحدة موحدة. قوة الرئيس سعيد مستمدة من إرادة الشعب، ورسالته للتونسيين ملخصة في قول شاعرهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، وقد استجاب.